صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج خلينا صغار، اللي دائما بنترافى فيه بابداعات اطفالنا، اللي دائما بنخطف ابداعاتهم من حدائق ابداعاتهم. وهلا عندنا باقه متنوعه من المواهب، معي الغناء المتميز بالاضافه للعزف على البيانو، ودائما الشعر والقصه القصيره حاضر ببرنامج خلينا صغار. تابعونا مشاهدينا، يسعد اوقاتكم. انت وانا يا ريت عنا كوك مخبى بفي الحور والكينة، ولا يكون عنا كهربا ولا جو، ونعيش ما يعرف حدا فينا. انت وانا يا ريت عنا كوك مخبى بفي الحور والكينة، ولا يكون عنا كهربا ولا جو، ونعيش ما يعرف حدا فينا. مثل ما سمعنا هيدا الصوت الحلو مشاهدينا بافتتاحية برنامج خلينا صغار، هذا صوت جميل. لأننا من هون من لادقية جعفر، رح أعرف على ضيوفي مواهبهم. كمان معنا عازف البيانو ياسمين، اهلا وسهلا فيك يا ياسمين. وكمان معي قصه قصيره لوجين، اهلا وسهلا فيك يا لوجين. وكمان معي امور حلو كمان جاي يعبر عن موهبته وهي الغناء. يسعد اوقاتك يا محمد، كيفك؟ شو اخبارك؟ هلا دحت الهواء قلت لي انت بتغني، تمام؟ يعني شو بتغني؟ بتحب تغني الحديث ولا بتحب انك تختص بالاطفال كونك انت طفل امور وحلو؟ الاطفال. طيب هلا بما انه افتتحنا من عند جعفر، رح نحكي شوي مع جعفر. كيفك يا جعفر؟ شو اخبارك؟ هلا الصوت الحلو ببين، ولكن في احيانا شغلات نحن انه ايه اوكي صوتنا حلو، بس ولكن الاخطاء والنشاز اللي عندنا ما بنكتشفها غير اذا كان عندنا حدا يدربنا ويكتشف اخطائنا او حدا يسمعنا، تمام؟ تمام. قد ايه صار لك انت بتغني ومين اكتشف هيدي الموهبه عندك؟ انا الي 3 سنين بغني، وبحيي الفنان عبد القادر السيد، هو اللي علمني الغنى وعلمني اعزف على العود. هو اللي كشف الموهبه بالاضافه لعزف على العود. على العود قد ايه صار لك كمان تعزف على العود؟ 2 سنين. حلو. وقد ايه صار لك بغني؟ 3 سنين. 3 سنين. المكتشف لإلك استاذ عبد القادر؟ عبد القادر السيد. كثير حلو. بالبيت انت بندندل، اهلك ما كانوا يقولوا لك انه صوتك حلو؟ هلا اول ما بلشت بالغنية كان معه شويه نشاز، فيوم ورا يوم تمكنت يعني وبلشت اعرف وين غلطي صحي غلطي. كثير حلو. بتحب تغني الشيء الجديد ولا القديم؟ لا الجديد افضل. الجديد افضل. اكثر حدا بتستمع له؟ معين شريف. معين شريف كثير حلو. هلا كمان رح نسمع عندك لكان معين شريف. هلا رح ننتقل لعند لوجين. كيفك يا لوجين؟ تمام منيحه. شو هالفستان الحلو يا لوجين؟ اختيار مين؟ اختياري. كثير حلو، مزوقة يا لجين. هلا لجين دائما بكل فترة من فترات برنامج خلينا صغار بنوقف عند لجين، بنحس انه في عندها شيء، دائما عندها ابداع بالكتابة وخاصة بالقصة القصيرة، بتبعت رسائل من خلال هيدي القصة. شو محضرت لنا اليوم لجين ما بنعرف، خلينا نحكم عليها مشاهدينا، شو رأيك؟ يلا. عاملة قصة اسمها جمال الروح. حلو جمال الروح، اختيار العنوان كمان إلك. أكيد. حلو. يحكى أن هناك فتاة تدعى جودي ذو منظر قبيح، لكن كانت جودي طيبة القلب خفيفة الظل، بالإضافة إلى أنها تتمكن من اللغة العربية. ولم تكن جودي محبوبة من قبل صديقاتها لأنها ليست جميلة، وكان هذا الشيء يزعجها ويقلل من ثقتها بنفسها. فاستغل أصدقائها نقطة ضعفها فأصبحوا يتأمرون عليها، ولكن هذا الشيء كان يفرح جودي لأنها الوسيلة الوحيدة اللي تتكلم مع أصدقائها وفي يوم من الأيام نظمت المدرسة مع موافقة وزارة التربية مسابقة في الفصاحة والخطابة. شارك كل أصدقاء جودي، فتحمست جودي وشاركت معهم، لكن نظروا إليها نظرة استهزاء وقالوا ما انظروا إن القبيحة تشارك في هذه المسابقة، مسابقة فصاحة والخطابة. ورغم كل هذا لم يقلل من حماسها لأنها كانت تعشق اللغة العربية. وفي يوم المنافسة كان أصدقاء جودي خائفون فهدت من روعهن، ولكن أخذوا كلامها عن طريق السخرية.
صعد أصدقاء جودي على خشبة المسرح ومع كل جمالهن وغرورهن لم يستطيعوا أن يتكلموا جيدا، فأحمرت وجنتيهما واختفى صوتهما. وعندما سمعت جودي اسمها لكي تصعد إلى خشبة المسرح، شعرت جودي وكأن الحياة توقفت عند هذه اللحظة. فصعدت جودي بكل ثقة وتكلمت بكل هدوء وكأنها الوحيدة في المسرح. وفي غضون يومين أعلنت المدرسة عن أسماء الفائزين، والفائز الوحيد بالمرتبة الأولى هو جودي. شعرت أصدقاؤها بالغيرة، ولكن رغم هذا تأسفوا منها ووعدوها أن يكونوا متيقنين أن الجمال هو جمال الروح. كثير حلو، شو رأيك جعفر؟ حلو كثير. كثير حلوة، كثير حلو. أخذت العبرة منها؟ شو هي العبرة؟ العبرة إنه الواحد لازم يشوف حاله ويتقل حاله على العالم وكذا، وهيك لازم يضل متلاوم. ياسمينة قصة حلوة عجبتك؟ هلا بتحبي انت جمال الجمال ولا جمال الروح؟ لا جمال الروح. كثير حلو. محمد شو رأيك؟ مثل شو؟ يلا خلينا هيك نتحاور شوي حول هيدي القصة. شو اللي ما عجبك بالقصة؟ يشوفوا حالهم عرفتهم وما يحكوها. اها لا انا شو تهيأ لي شو بدك تحكي انت محمد؟ انه واحد عم بيشوف حاله على الثاني لازم يكون احسن منه، صح ولا لا؟ ولكن جودي رغم قباحتها عندها في شيء ابداع، عندها شيء ثقة، عندها شيء موهبة واثقة فيها، صح ولا لا لوجين؟ انت يعني الفكرة اللي بدك توصليها انت للمشاهدين او لرفقاتك او لاي حدا بيسمع لهيدي القصة، انه واحد اذا كان متملك من شو؟ هوايته، من قدراته، من قدراته، من هوايته، يعني اي شيء ثاني لازم نغض نظر عنه، لانه اخر شيء الابداع هو اللي بيضل، صح؟ صح. كثير حلو. شو خطر لك انت لوجين انك تكتبي بهيدا هلا هذا واقع، ما انه هذا ما يعني صايره معك انت القصه، صايره حدا سمعتي شيء حلو، يعني انت بتاخذي الفكره من الواقع اللي عايشتيه وبعدين تسقليها على كتاباتي، على كتابتك، يعني انت بتاخذي من الحاله الاجتماعيه بشكل عام. بتمنى لك توفيق يا لوجين، يعني كثير كتاباتك حلوه، وحتى انك متقنه باللغه العربيه، عم لاحظ انا ما في اخطاء باللغه العربيه، يعطيك العافيه. كمان هلا رح نرجع لعندك نسمع القصه الثانيه بعد ما ننتقل لعند المبدعه ياسمين بالعزف على البيانو. برافو ياسمين، يعطيك العافية. بنحكي شوي عن هيدي الآلة. ياسمين مين اختر لك ياها؟ الماما. الماماأكيد بنوجه التحية للماما. قد إيه صار لك بتعزفي ياسمين؟ إلي سنة. سنة؟ حلو. في هيك مواهب ثانية أنت بتحسي حالك إنه بتحبي إنك تكوني فيها؟ هلا أنا بلقي الشعر وهواية التمثيل. أوه لا، انت كوكتيل مواهب لكان. هلا كل هلا هدول عم تحكي عنهم رح نحكي عنهم، تمام؟ بعد ما ننتقل لعند محمد. شو رايك يا محمد؟ حلو العزف. حلو العزف؟ بتحب العزف انت؟ اكثر آلة بتحب تعزف عليها او تسمع لها؟ الجيتار. الجيتار؟ ليش الجيتار؟ انه هو بحسسني انه بالامان وبالشيء، يعني الصوت الحلو. حلو. شو حابب تسمعنا لنحس حالنا هيك بالامان والشيء الحلو؟
نعم طبعا. يعني ما سمعنا صوتها؟ يلا. انتي وانا يا ريت عنا كوخ، خباب في الحور والكينة، ولا يكون عنا كهربا ولا جوخ، نعيش ما يعرف حدا فينا. انتي وانا يا ريت عنا كوخ، خباب في الحور والكينة، وما يكون عنا كهربا ولا جوف، نعيش ما يعرف حدا فينا. تبنى عغيابك تبنى، اختاري حاجة تعذبنا. تبنى عغيابك تبنى، اختاري حاجة تعذبنا، وما يطل علينا مشوار يما وصلنو كتبنا. واللي بيحب حبابه بلوعهن عغيابه، حب العشا وتابه، نحنا شبنا وما تبنا، وما يطل علينا مشوار ولما وصلنا كتبنا، وما يطل علينا مشوار ولما وصلنا كتبنا. حلو محمد، يعطيك العافية يا محمد. يعطيك. قد ايه صار لك هيك بتدندن لحالك محمد وبتغني؟ الصف الأول. قد ايه، أي صف هلا؟ سادس. سادس، حلو. بيقولوا لك أهلك صوتك حلو؟ أي حدا بيسمع لك بيقول لك صوتك حلو؟ أي أكثر شيء أنت بتحب تغني؟ أي شيء بتحب تغني؟ الحديث القديم، الأطفال، شو؟ لا الحديث. الحديث، أكثر مطرب بتحب تسمع له؟ وائل كفور. وائل كفوري؟ حافظ شي لوائل كفوري؟ كثير مثل هيك دندنة. أنا قلبي مشتاق. يلا. بس ما كثير حافظة ما تطلع معي. يلا شو من كان، اسمع هيك كيف كان، هيك كيف بيكون صوتك بالحديث. أنا قلبي مشتاق، ما؟ أنا قلبي مشتاق وباط جمرنا، الحب والأشواق ما بينتسى منها. أنا قلبي مشتاق وبعده جمر نار، الحب والأشواق ما بينتسى منها. أنت حبي بيناديني، أنت عيني بتغفيني، أنا كيف بدي غفى عيوني وانت بعدك بتحبيني. ولما بسمع صوتك حدي بحب صوتك بتوعيني، ولما غيابك طار بقلبي صدمي مثل العتمي وبحر من الأسرار. برافو. غيابك صار بقلبي صدمي مثل العتمي وبحر من الأسرار. كثير حلو محمد. محمد عندك هيك خامة صوت كثير حلوة، صوتك كثير حلو. ما عم تشتغل على صوتك محمد؟ عم تشتغل على صوتك؟ نعم. في معهد عم بدرسك؟ لا. سولفيج كذا هيك، حبال صوتية، صوت، أغاني، لا. تكنيك صوت، ضبط صوت، كل لحالي. لحالك. محمد صوتك كثير حلو، أنا بنصحك وإذا أهلك عم يسمعونا هلا تشتغل على صوتك، لأنه بيطلع شيء كثير حلو منه. يعطيك العافية يا محمد، أنا كثير مبسوطة فيك. هلا رح ننتقل لعند جعفر، كيفك يا جعفر؟ هلا ببداية برنامجنا سمعنا صوتك، تمام؟ هلا شو رأيك نسمع الصوت مع العزف؟ إيه مش مشكلة. إيه يلا تفضل. على مودك انت وبس، اسهر واتأنق والبس، على مود عيونك باقي وضحك من كل اعماقي، على مود عيونك باقي وضحك من كل اعماقي، وعطرك انا اتنفس على مودك انت وبس،
على مودك انت وبس اسهر واتأنق والبس، على مود عيونك باقي وضحك من كل اعماقي، على مود عيونك باقي وضحك من كل اعماقي، وعطرك انا اتنفس على مودك انت وبس. سألك سنتين تعزف جعفر، العود بحس هيك في هالة له خاصة، في إبداع بأي حدا بيعزف على هيدي الآلة، شو بتحس حالك وأنت عم تعزف؟ عصير العود عبارة عن إنه وقت تعزف عليه يعني مثل تتعود عليه مر يوم، رفيقي بصير رفيق على طول. أنت بتعزف؟ إيه. حلو، في آلة تانية بتحب تعزف عليها؟ هلا اللي بيعزف على العود بيعزف على كل شيء، بس انا الاكثر شيء دخل قلبي العود يعني. حلو، بدك تستمر بالعزف والغناء؟ يا طبعا. حلو، شو حابب تصير بالمستقبل جعفر؟ والله فنان. عم تشتغل على حالك بهذا الموضوع؟ طبعا. هلا رح نرجع لعندك جعفر، يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. الجاي ننتقل للقصة الثانية، كونه أخذنا جمال الروح ببداية حلقتنا، خلينا نشوف شو القصة الثانية. عيد الأم. حلو، بما أنه مر عيد الأم، شو هديتي لأمك؟ تمام. كان هناك طفل يدعى يوسف، وكان هذا الطفل عنيد جدا، لا يسمع أو يتقبل أي نصيحة، فكلما كانت تكلمه والدته يرتفع صوته فوق صوتها ولا يصغي لها. وفي يوم عيد الأم لم يعيد يوسف والدته، لأن في قناعته أن هذه المناسبة ليست ذو أهمية. ذهب يوسف إلى مدرسته ودخل إلى الصف، وجميع التلاميذ عايدوا المعلمة إلا يوسف. فقالت المعلمة: ما رأيكم أن يتكلم كل أحد عن والدته وما أحساسه في هذا اليوم العظيم؟ وقف يوسف وقف بكل ثقة بالنفس وقال: ما هذه المناسبة ولماذا نحتفل بها؟ فوقف طالب وقال: لا تتكلم هكذا، لأنك لم تشعر بغيرك، فأنا لا أعرف والدتي ولا أعرف ملامح وجهها، ولكنني متيقن جدا أن أمي كانت امرأة مدهشة، كانت تضم كل ما في الأرض من طيبة، أجل كل ما في الأرض من طيبة، وتمنى العمر الطويل لجميع الأمهات، فالأم شمعة مقدسة تضيء الليلة ليل الحياة. وأنصح جميع الأولاد أن يحسنوا لأمهاتهم يحسن لأمهاتهم، لأنهم لم يحسوا بحنانها إلا عندما يفقدوها. تأثر يوسف بكلام زميله جدا، ولأول مرة يوسف ينصت لنصيحة، فملأت عينيه الدموع وتذكر كل لحظة ارتفع به صوته على والدته. فما أن لن جرس المدرسة، ذهب يوسف مسرعا إلى منزله، قبل يدي أمه وقال لها: الجنة تحت قدميك، واعذريني على كل مرة ارتفع صوتي فوق صوتك، وكل عام وأنت وجميع أمهات سوريا وأمهات الشهداء بألف خير. برافو لجين، يعطيك العافية. يعطيك العافية يا لجين. هلأ مر عيد المعلم وأكيد مر عيد الأم، نحن أكيد بدورنا بنعيد كل أمهات العالم وخاصة الأمهات السوريات الأقوياء اللي برزوا بهيدي المحنة اللي عم نعيشها، بقدرتهم وإرادتهم الصلبة على أنه الحياة بدها تستمر من خلالهم، وأكيد بدنا نترحم على جميع الشهداء، والله يصبر أمهات الشهداء. ودائما نحن بنقول يعني مستقبلنا رح يستمر من خلال أطفالنا، هم بنات المستقبل، من خلال شبابنا، وجود أمهات قادرات على خط الطريق أو عبور الطريق من خلالهم. ويعطيك العافية لجين، وكثير كثير القصة حلوة، وكثير القصة معبرة، وكثير حلو إنه نعبر على أي حدث بيمر علينا من خلال كتابة صغيرة، من خلال كلمة، من خلال أغنية، من خلال أي شيء بيعبر بجواتنا للشخص اللي مقابلنا، وكيف إذا كانت الأم. يعطيك العافية لجين، وأكيد بدنا نعايد أمك بمرور عيد الأم، وأكيد بدنا نعايد زميلتنا أم ياسمين، وكمان بدنا نعايد أم محمد، وكمان بدنا نعايد أم جعفر، وإن شاء الله يا رب تكون كل أمهاتكم هيك فوق راسكم لتستمروا بهذه الحياة بكل ثقة، لأن وجود الأم بالحياة هي كثير شيء جميل وكثير شيء رائع وبيعطي ثقة للأولاد، صح ولا لا محمد؟ صح. ياسمين؟ صح.
وجاي أكيد جعفر الله يخلي لي أمي كمان أنا أنا هيك ياسمين شو حابة تسمعينا؟ شعر تفضلي أي هي كمان ما نوهنا عنا عازفة وتمثيل وشعر أنا كمان إسا بغني غني وهدي يا فارس بس أنا بغني بس ما كثير هلا كمان بنسمع كل شيء من عندك ياسمين شو رأيك؟ أي بنتوجه لأمك يعني هيك عم تدعمك بهذا الشيء وأكيد عم تحكيكي من ورا نظراتك لعندها ما؟ لكان أكيد بدنا نتشكر زميلتنا شذا على هيدا اللي جابت لنا الأمور الحلوة ياسمينة يلا ياسمينة سمعينا شعر ولا غناء؟ شعر ايه تفضل أمعلم الأجيال أنت الكوكب فلك التحية والسلام الطيب يا مشعلا في الليل ويا نور الهدى لولاك من قشع الظلام المرعب أنت الأمين أنت الأمين على رسالة أمة تبقي الخلود وشعبها لا يشعب أنت المؤمل في هداية شعبنا بجهودك النصر المؤزر يكتب أنت الكريم أنت الكريم وليس مثلك ماجد ومعين ريك دافق لا ينضب أولي الوفاء أولي الوفاء معلما لم يدخر جهدا ويسعى للصلاح ويطلب اهدي المعلمة اهدي المعلمة سوسنا في عيده من روضة فيها العنادل تطرب يا باعث الأجيال هيا للعلا واسعى فنورك ساطع لا يحجب برافو ياسمين برافو شو عيد الأم وعيد المعلم عم هيك نكرمهم من خلال هذا الإبداع سواء كان شعرا أو كتابة يعطيك العافية ياسمين قدمتيها هيك قدمتي له هيك هدية لمعلمك ايه اعطيتيه هذا الشعر قلتي له هذا الشعر بينبسط فيه أكثر من الهدية صح؟ يعطيك العافية ياسمين هلا رح ننتقل لعند الشاب الحلو أمور صاحب الصوت والإحساس محمد كيفك يا محمد؟ تمام عجبك الشعر؟ عيدت عيد المعلمك؟ نعم هديته هيك؟ تمام حلو كمان عيدتي عيد المعلم؟ جعفر؟ تمام حلو هيك لازم نكون أمورين حلوين بأي مناسبة لازم نحن نعيد صاحب المناسبة صح؟ صح يلا هلا شو حابب تسمعنا محمد؟ هلا قبل الهوا كنت عم تغني لي لريمي انا صح؟ صح يلا غني نفسها؟ ما بعرف مثل ما بدك ايه غنيها انا بحبها لريمي انت الامان انت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكي تضحك الحياة تزهر الأمال في طريقنا نحس بالأمان أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان من عطائك تخجلين أبدا لم تتململين يا شمعة دربي يا بلسم الزمان أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان يسلم هالصوت يا محمد يخلي لك أمك يا رب هلا رح نرجع لعند جعفورة يلا جعفر يلا بدنا ناخذ بما انه هلا صرنا بالدقائق الاخيره من برنامجنا ناخذ كله غني شو رايك اغنيات وضحك وفرفشه ياسمين وجين يلا ما عندي ذكريات انت مش فيها من دونك هالحياه
ما في عليها، ما عندي ذكريات انت مش فيها، من دونك هالحياة ما في عليها، لأنك روحي والروح مش هي بتختار تروح، وحده اللي حطها بجسمي هو وبس بيمحيها. يعطيك العافية يا جعفر، كتير حلو، أنا كتير انبسطت فيكم ببرنامجنا، عم نحس إنه عم نحط هيك بصمة من خلالكم من مواهبكم. يعطيكم العافية، نورتنا جعفر. شو حابة تصيري بالمستقبل لجين؟ كاتبة. إن شاء الله بشوفك أحلى كاتبة يا لجين. ياسمين شو حابة تصيري بالمستقبل؟ شاعرة. شاعرة. والعزف شو لمين بدنا نتركه؟ يضل موهبة؟ هي موهبة الشعر، بس أنا حبيت الشعر موهبة، بس أنا بحب الموسيقى، بس الشعر بفضله أكثر. حلو. محضرة شيء هلا كمان شيء ياسمين؟ ايه طيب. على العزف. كثير حلو. ان شاء الله بشوفك احلى شاعرة يا ياسمين. محمد شو حابة تصير بالمستقبل؟ مشهور. مشهور. مشهور؟ الغناء. اها. هيك هيك يعني شو يعني مشهور؟ يعني مبدع بأي شيء بالغناء، تمام؟ يعني بدك تشتغل على حالك بهذا المجال؟ نعم. ان شاء الله بشوفك أحلى وأغلى مغني يا محمد. نورتوني واهلا وسهلا فيكم. هلا رح اختم ولكن بمعزوفه من عند ياسمين، وان شاء الله يا رب نكون على قد هيك اللطافه والظرافه من خلال اطفالنا وابداعاتهم ومواهبهم، نكون قدمنا هيك شيء من البساطه بهيدا البرنامج، ودائما بنسلط الضوء على مواهب اطفالنا. ان شاء الله نلتقيكم بحلقه جديده من برنامج خلينا صغار. الى اللقاء.